بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال تعالى: قل. وهذه إحدى الآيات التي جاء فيها الأمر الصريح بحجاب المرأة المسلمة ضمن منظومة شاملة من آداب المرأة المسلمة، ضمن منظومة أشمل من آداب المجتمع المسلم. وقد تعرضنا قبل هذا لآيات أخر التي أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب حجابا خاصا بهن، واقتدت بهن فيه سائر الصحابيات رضي الله عنهن. ثم جاء بعدها وفي ذات سياق السورة أمر لعموم نساء المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا موضع من كتاب الله تبارك وتعالى جاء فيه ذكر الحجاب أيضا ضمن منظومة شاملة في ذات سياق سورة الأحزاب من آداب وأخلاق المجتمع المسلم. وهنا في سورة النور وضمن سياق طويل في يتحدث عن العفة والفضيلة، ويتهدد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويشرع من الأحكام ما يحفظ الفضيلة لا سيما من حرمة قذف المحصنات إلى غير هذا، ويتحدث عن آداب الاستئذان عند دخول البيوت. ثم جاء الكلام على غض البصر وحفظ الفرج في هذا السياق للرجال والنساء معا، ليعلم الجميع أنها أحكام شاملة من الله تبارك وتعالى يزكو بها المجتمع المسلم رجالا ونساء. وهذا السياق القرآني في غاية الأهمية أن نذكر به في مواجهة أقوام يريدون أن يجعلوا المرأة المسلمة تتمرد على شرعها وعلى دينها وعلى ربها عز وجل، ولكنهم يعلمون أنهم متى أتوا إلى المرأة المسلمة حتى وإن كانت مقصرة حتى وإن كانت عاصية، فأتوا بدعوتهم هكذا فجة صريحة من أنها ينبغي أن تتمرد على شرع ربها، فإنها لن تجد آذانا صاغية. ولكنهم يزيفون القول ويعرضون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. فمن جملة ما يصنعونه في هذه القضية خاصة أن يعتبروا أن الأمر بستر العورة خاص بالنساء فقط، ثم أن يعتبروا أن هذا من نتاج المجتمع الذكوري على حد وصفهم، وهو أمر نعم قد تبتلى به بعض المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ولكن المجتمع المسلم الذي يطبق شرع الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يبتلى به قط. فإذا ابتلي المجتمع المسلم بآفة من الآفات التي يذكرونها ويضخمون فيها مجتمعا ذكوريا أو غير هذا،
فإن كان من آفة تسربت إلى مجتمع مسلم فإنما تتسرب هذه الآفات إذا ابتعدنا عن الميزان وعن العدل وعن القسط الذي هو شرع الله تبارك وتعالى، بلا إفراط وبلا تفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فهذا إذا كان الإفراط في جانب هو والتفريط سواء، كلاهما انحراف عن شرع الله تبارك وتعالى. فبعد أن ذكر الله عز وجل جملة من الآداب الفاضلة وفي سورة النور التي ذكر فيها النور الذي يلقيه الله عز وجل في قلب العبد المؤمن، ومنه أخذ كثير من أهل العلم الارتباط الكبير بين العفة والفضيلة بجميع أنواعها، من الاجتناب الزنا ودواعي، ومن غض البصر، ومن حفظ الفرج، بين هذا وبين تنوير القلوب وبين سلامة القلوب. وهذا لأنه كما أشرنا في غير ما مناسبة أن هناك وحدة موضوعية لكل صورة، وأن ذكر موضوعات ما في سياق صورة واحدة هذا في حد ذاته يشير إلى نوع من أنواع التناسب أو الارتباط بين هذه الموضوعات. وهذه الصورة التي فيها آداب وأخلاق للمجتمع المسلم بدأ الله عز وجل فيها بالرجال، وهذا حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الأوامر خاصة بالنساء. الذي خص النساء منها هو أنهن الزنا فيهن أعلى والفتنة بهن أعلى، وهذا لا نظن أنه ينازع فيه عاقل ولا تنازع فيه امرأة من أن لها زينة وأن لها جمال وأن لها فتنة. فكان الأمر في جانبها في أمر حفظ هذه الزينة وستر هذه الزينة بلا شك متناسبا مع الفتنة في هذه الزينة ومع الجمال الذي أعطاه الله عز وجل إياه. إنما بدأ الله عز وجل هنا بالذكور، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكما نعلم أن القرآن من أوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد يأتي في سياق بعض الأوامر التي لها أهمية فيبدأها بأمر قل، فكأنه خطاب يؤكد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يكرر هذه الأوامر بذات لفظها الموجود في هذه الآيات أو بغير، وأن ينوع في مواعظه صلى الله عليه وسلم وتربيته للأمة بهذا الأمر الذي يذكر بعد قل. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون أمره صلى الله عليه وسلم وموعظته للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذا ارتباط بين هذا وذاك، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو آتيه، فذكر اللمس لليد والنظر للعين، ثم ذكر من أن هذه المقدمات التي هي إن شئت سميها مقدمات الزنا وإن شئت سميها زنا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بمآلاتها حتى نتعظ حتى نخاف، لا تأتي إلى النظرة وتستهين بها. إذا وجدت في قلبك استهانة بها واستصغارا لشأنها فتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سماها زنا، سماها زنا حتى ترتدع. ليس هذا هو الزنا الذي يقام على فاعله الحد كما نعلم، ولكنه إنما أخبرك صلى الله عليه وسلم بأنه يؤدي إلى هذا. ثم قال والفرج يصدق هذا أو يكذبه، من أن الإنسان الذي يتساهل بالنظر يتساهل باللمس يتساهل بالسماع فيجعل قلبه يمتلئ رغبة في من لا تحل له، فربما وقف عند هذا الحد، وهذا حد لو تعلمون عظيم، ربما وقف عند هذا القدر، وهذا في حد ذاته فيه معصية، وهذا في حد ذاته فيه أنه لم يستمع إلى ذلك النداء المحبب كل المؤمنين، لم يجعل نفسه من زمرتهم الذين يستمعون أمر الله عز وجل وخاطبهم بلفظ الإيمان لكي يعلموا أن الإيمان يقتضي منهم أن يكونوا كذلك. وربما كان ما هو أفشع أبشع
وأشنع من أن يأتي إلى الزنا الذي هو الزنا، من أن يأتي إلى زنا الفرج. فقال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق هذا أو يكذبه. وهذا يعني عندما نرى إلى هذا الحديث مع قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، نرى كيف أن القرآن والسنة خرج من مشكلة واحدة، وكيف أن السنة بيان للقرآن لا كما يتوهم هؤلاء الطاعنين الطاعنون عليها من أن الأحاديث المروية في كتب السنة يعني كثير منها يخالف القرآن، هي تزيده شرحا، تزيده بيانا، تزيده توضيحا، تأتي بما ليس منصوص عليه في القرآن ولكن له أصل مقتضى ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الإشارة اللطيفة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الارتباط بين غض البصر وحفظ الفرج، الطريق إلى حفظ الفرج أن تغض البصر. زادها النبي صلى الله عليه وسلم شرحا وتوضيحا بقوله: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. ولذا عندما تقف عند حديث كهذا فتقول: هل هذا وحي من الله عز وجل؟ يحتمل بعض الأحاديث كانت بوحي من الله عز وجل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فيسكت، وثم يرى عليه علامات الوحي، يتصبب عرقا، ثم ينادي السائل فيجيبه. فوارد أن يكون ذلك الحديث بوحي مباشر، أو أن يكون الفهم الذي أعطاه الله لرسوله في الوحي المنزل ليبينه فبينه فصار بمنزلة الوحي. تقول: ولكنه في النهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. نعم بشر، ولكنه هذه وظيفته أن يبين الوحي. ثم إن كان في شيء من بيانه قدر الله عز وجل هذا، أن يقع في بعض بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدعي تصويبا من الوحي، ينزل الوحي به كما في قصة أسارى بدر وفي غيرها، لكي نطمئن تماما أن ما عدا تلك الوقائع اليسيرة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للوحي هو من الوحي، لأنه إما أن يكون وحيا ابتداء، وإما أن يكون بيانا من الوحي أقره الوحي عليه، لأننا نعلم أنه إذا كان هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي المنزل عليه يحتاج إلى تصويب كان الوحي ينزل به. علمنا هذه المواطن وعرفناها، وصار المستقر عندنا هو آخر ما نزل من الوحي فيه، فما عدا هذا كله قد حاذ حصانة تستطيع بكل ثقة أن تقول: نعم، جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى بيانه صلى الله عليه وسلم الذي بينه هو فهو أيضا من الوحي بدلالة ما ذكرنا. فكان من بيانه صلى الله عليه وسلم، هذه إشارة يفهمها من يفهمها وتفوت على البعض، لكن بلاغة القرآن تقتضي هذا، أن يكون تلك الإشارة فيها هذا التشويق، هذا المعنى البلاغي، وأن يكون الكلام يحتاج منك إلى تدبر وتأمل. أفلا يتدبرون القرآن فتفهم من اللفظ، من منطوقه أشياء، وتفهم من مفهومه أشياء، وتفهم من إشاراته أشياء. هذا باب من أبواب بلاغة القرآن. ثم تأتي السنة فتزيد الأمر وضوحا بغرض التشريع أكثر، وغرض التشريع فيها أظهر من غرض البلاغة، وإن كانت أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من البلاغة ما فيه. إذن فهمنا من هذا بإشارة، ثم من السنة بتوضيح أكثر، أن الطريق إلى حفظ الفرج يبدأ بغض البصر، وأن من أطلق بصره فقد خالف نداء الله للمؤمنين،
ثم هو يضع نفسه على خطر آخر، أن يقع في كبيرة من أكبر الكبائر وهي الزنا والعياذ بالله. وهذا لأن بعض الناس أحيانا يقول إذا كنتم ترون أو تذكرون أن من علل الأمر بغض البصر ومن علل تحريم إطلاق النظر أنه يؤدي إلى الزنا، فاطمئنوا إلى ذلك تماما، أنا لن أفعل. ولو بحث في سير من وقع قبله في المعاصي لوجد أن معظمهم كان يظن أنه لن يفعل، ولكن الشيطان تصيده من هذا الباب وظل يغذي بصره ويغذي جوارحه بما يهيج قلبه إلى أن وقع في المعصية. ولكن حتى وإن لم يقع، ألا ترى يأتي أهل الدنيا فيجدون أن مثلا القيادة بسرعة كبيرة تؤدي إلى الحوادث، فيقولون يحذر تجاوز السرعات المقررة، يأتي لكل طريق يقيم هذا الطريق متسع غير متسع، فيه إشارات ليس فيه، فيقول هنا السرعة كذا وهنا السرعة كذا وهنا السرعة كذا، مما تحدث الحوادث من أشخاص جرب أن يتجاوز السرعة فستر الله. قل لماذا إذن يمنعوننا من زيادة السرعة؟ ثم يستر في مرة وثانية وثالثة إلى أن يأتيه قدره ويكون بتقصير منه ويكون بسبب تجاوزه لتلك السرعة، وحينئذ يندم حين لا ينفع الندم. هذا ذات المثال تقريبا بل أشد بكثير، أن ربما يكون هناك من هو ماهر في القيادة، ربما يكون هناك من معه سيارة مجهزة، ربما، وأما الإنسان فضعيف عند شهواته. ولذلك جاء الشرع بسد الذرائع المؤدية إلى الفواحش، فالذي ينظر إلى الفواحش فقط ويقول يتساهل بما دونها فهو يجعل نفسه في عرضة لهذه الفواحش، ثم هو قد عصى أمر الله، حتى وإن كان يرى أنه لم يصل إلى الفاحشة فهو عصى أمر الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل خاطب المؤمنين ابتداء بهذا النداء المحبب، إن كنتم مؤمنين فهذا خطاب لكم، غضوا الأبصار واحفظوا الفروج. ثم عقب على هذا قال ذلك أزكى لهم، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر المؤمنين هذا أمر من الله لكم بغض البصر وحفظ الفرج، واعلموا أن هذا أزكى أطهر أطيب للقلوب. وانظر إلى أفعل التفضيل أزكى، ربما يكون الإنسان ليس في قلبه في لحظة ما حتى وهو لا يتحفظ من هذا، ربما يكون فيه طهارة لكن مطلوب الدرجة الأعلى. ثم انظر إشارة لطيفة إلى أن غض البصر من الأمور التي وإن كانت ظاهرة إلا أن فيها سر بين العبد وبين ربه، أن الإنسان يمكن أن يسترق النظر. لذلك كان التذكير هنا إن الله خبير بما يصنعون، هذا خطاب للمؤمنين. نعلم جميعا من قواعد الشرع ومن قواعد اللغة أن الخطاب لرجل واحد هو خطاب لجميع الرجال ونساء الأمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لجميع النساء. ولغة العرب فيها ضمير جمع المذكر يشمل المذكر والمؤنث، ولكن ثمة مواطن هذه منها يحتاج إلى أن يؤمر الرجال بأمر مباشر لهم وأن تؤمر النساء بأمر مباشر لهن، خطاب من الله عز وجل لهن،
أين ذلك الكذب الذي يقول المجتمع الذكوري هو الذي فرض على المرأة؟ الله عز وجل ربها هو الذي فرض عليها، هو الذي أمر نبيها صلى الله عليه وسلم أن يخاطبها بوصف الإيمان بالله لا بأي وصف آخر. كما أمر الرجال، المبدأ واحد، الفكرة واحدة، ولكن التفاصيل تختلف، واختلاف التفاصيل راجع لاختلاف الطبيعة لا ينكر ذلك عاقل. قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كما أن الرجل يجب أن يغض بصره عن محاسن النساء فالمرأة يجب أن تغض بصره. انظر هنا القضية، هناك تجاذب بين الرجل والمرأة، جعل الله له بابا واحدا لكي يكتمل هو بين الرجل وبين زوجته، أما باقي الرجال والنساء فلا بد من إجراءين: ستر العورة، من كل واحد يستر عورته رجلا كان أو امرأة، وغض البصر من الآخرين عن عورات الآخرين، لا بد من الأمرين معا، وتقصير أحد الطرفين فيما يخصه لا يعفي الطرف الآخر. المرأة المتبرجة تقول هي التي تبرجت، نعم هي أسقطت حقها وكان يمكن أن تستر جسدها، ولكن أنت مطالب بغض البصر. وكذا المرأة، بل الأمر بغض البصر للنساء آكد من جهة أن عورة الرجل أخف من عورة المرأة، وهذا راجع إلى طبيعته، إلى الخشونة التي جعلها الله في جسده، ثم إلى أنه مكلف أيضا بأعمال فيها ذات الخشونة. فإذا الخطاب هنا بغض البصر للمرأة، لأن الرجال يفرض عليهم ستر عورة كما يفرض على النساء، ولكن حد العورة يختلف، ويختلف لاختلاف الخلقة ولاختلاف المهمة في آن واحد. وغض البصر هنا كما جاء للرجال والنساء بمن التي هي للتبعيد، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني غير مطلوب كما يتوهم البعض أن تغمض عينك، قد يكون هناك قدر من النظر يحتاجه الناس. لا يمكن أن تتخيل أن شرع الله جاء ليكون متعذرا تطبيقه. البعض يصور ما هذا الكلام، لا يمكن تطبيقه، ما هو الحل عنده؟ نترك الأمور على عواهنها. لماذا لا يمكن التطبيق؟ يقول: هذه المرأة تأتي تشتري مني ماء، الشرع يقول غض من بصرك، أي لا تنظر إلى محاسنها. يمكن أن تنظر إلى من تعاملك من النساء نظرة ليست إلى محاسنها، وبالقدر الذي تحتاج، أن تعرف البائع والبائعة، أن يعرف الطبيب المريضة والمريضة، وهكذا. فهذا هو المطلوب، وكذا هذا هو المطلوب من المرأة، أن تغض من بصرها. قد تحتاج أن تنظر إلى الرجال الأجانب في تعلم، في بيع، في شراء، بل في لهو مباح ما لم يكن هناك فتنة، كما ستر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بثوبه لترى لعب الحبشة بالحراب. فهذا يختلف عما يعرض في وسائل الإعلام من فتنة للرجال والنساء، فأمر فتنة الرجال حدث ولا حرج، عن نساء كاسيات عاريات، وعن رقصات، وعن وعن وعن، فهذا بلا شك مما يجب أن يغض عنه البصر كاملا، فهي امرأة في كامل زينتها، بل في زينتها الباطنة التي لا يمكن أن تبدو قط إلا للزوج، بل قد لا تبدو له إلا في الأحوال النادرة وتعرض. وكذا قد يأتون بالرجال بمواصفات معينة،
تركيز الكاميرات على الوجوه وغير هذا، فهي فتنة للنساء وهي مأمورة بغض البصر، كما أن الرجل مأمور بغض البصر. وغض البصر أيضا كما هو عند الرجل وسيلة لحفظ الفرج، فهو عند المرأة أيضا وسيلة لحفظ الفرج. ما الذي اختصت به المرأة في هذا السياق؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. غض البصر وحفظ الفرج ذكر عند الرجال ثم ذكر للنساء، لأن المرأة هنا يتأكد عليها حفظ زينتها، أن الله خلقها هكذا، خلقها موضعا للزينة. طبعا جاءت السنة أيضا بزينة للرجل يجب أن تستر، وبحد عورات للرجل يجب أن تستر، وجمهور أهل العلم على أن عورة الرجل من ما بين السرة والركبة. وهذا أيضا من نريد دائما أن نتشبع بأننا بدون السنة تضيع عباداتنا وتضيع معاملاتنا وتضيع أخلاقنا ويذهب منا ديننا. فالسنة ها هنا، وإن كان القرآن بين القضية الخطيرة في أمر المرأة أنها هي موضع الزينة وهي التي يجب أن تتحفظ جيدا، السنة أتت للرجال بتشريع كهذا، ولكن حد عورات الرجل يختلف عن حد عورات المرأة. قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر، ولم يقل ما أظهر، ما ظهر. فهذا إن شئت أن تجري اللفظ على ظاهره فلن يشمل إلا الثياب، لأنها هي التي تظهر بطبيعتها. وإذا ضممت إليه قوله تعالى في الآية الأخرى للحجاب، ما لدينا آيتان اللتان تخاطبان عموم المؤمنات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهنا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فكان هناك إدناء الجلباب، الجلباب ما يلبس على البدن فيدنى من أعلى نقطة فيغطي الجسد كله، وها هنا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ما ظهر بطبيعته، ولا يظهر شيء رغما عن صاحبته إلا الثياب. وهذه حجة هاتان الآيتان، حجة من قال من أهل العلم بأن المرأة كلها عورة ولا يستثني من ذلك شيئا. ولكن من أين أتى الاستثناء؟ أتى الاستثناء في حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة المحيض لا يحل أن يبدو منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه، وإلى آثار يختلف أهل العلم في تصحيحها عن ابن عباس رضي الله عنهما في أن ما ظهر منها يشمل الوجه والكفين. إذن كلام أهل العلم دائر ما بين وجوب ستر جميع بدن المرأة، وهذا هو ظاهر آيات القرآن، وبين من أتى باستثناء. وانتبه هنا، الاستثناء الذي أتى عند من قال به من العلماء جاء في السنة، فإن لم يكن فظاهر القرآن في الآيتين اللتين أمرتا بالحجاب هو ستر جميع البدن. وهذا خلاف سائغ بين أهل العلم كما ذكرنا مرارا، ولكنهم متفقون على أن الأولى والأفضل أن تستر المرأة جميع بدنها. شيء طبيعي أن يكون أمر ما مختلف فيه بين الوجوب والاستحباب، إذن أدنى أحوال الاستحباب فهو من دين الله وهو حسن في شرع الله على قول البعض، وعلى قول البعض الآخر أنه ليس بحسن فقط بل هو لازم وواجب،
وبالتالي الخلاف إنما يكون خلافا جوهريا مع من يحارب هذا الشيء الذي هو حسن في دين الله، والذي اختلف السلف فيه ما بين قائل باستحبابه وبين قائل بوجوبه. عند من قال من السلف استصحب حديث أسماء صح عنده هذا الحديث، يقول إذن إلا ما ظهر منها يعود إلا ما تدعو الحاجة الشديدة إلى كشفه. فقال إن الوجه والكفين تحتاج المرأة إذا باعت وإذا اشترت أن تعرف، تحتاج إذا تكلمت أن تسمع، تحتاج أن تحمل أشياءها، فقال هذه رخصة. ومن هنا نعلم إنه إذا قلنا بقول من قال بجواز كشف الوجه والكفين، هذا لن يستثنى من قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي فليستمر هذا الأمر موجها إلى حتى ما ظهر من المرأة للحاجة غض أنت بصرك عنه فلا تنظر إليه إلا على قدر تلك الحاجة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكنوع من التأكيد والبيان وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب هو فتحة الصدر، والخمار هو غطاء الرأس. فإذا كانت المرأة لن ترتدي جلبابا واحدا كما في آية الإدناء، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أن كانت لن ترتدي جلبابا واحدا يقوم مقام الجلباب والخمار في آن واحد، وهذا يكون بإدناء الجلباب من أعلى الرأس، وارتدت رداء وخمار، فيجب أن يضرب الخمار على فتحة عنق الجلباب حتى يستر هذا الموطن، وهو من مواطن الزنا عند المرأة كما هو معلوم. وفيه إشارة إلى قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهنا أيضا لابد أن نقول أننا نفهم كتاب الله تبارك وتعالى بكتاب الله، آيات القرآن يفسر بعضها بعض، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الشرح الرئيسي والموضح لكتاب الله، ثم بالآثار عن السلف رضي الله عنهم، لأن بعض الخطاب كان لهم عندما قال الله لهم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فأنت تريد أن تفهم، هذا خطاب لك، ولكن هل أدركت أنت الجاهلية الأولى؟ فأنت في حاجة هنا إلى من أدركها ليقول لك هذه الهيئة التي استدعت أن ينزل القرآن في النهي عنها. فهنا كان السلف رضي الله عنهم ابن عباس وغيره، ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، يعلم أننا بحاجة إلى أن نعرف هذا، فذكروا لنا ماذا كان تبرج الجاهلية الأولى. كانت المرأة في الجاهلية الأولى تلبس الخمار غطاء الرأس ثم تلقيه خلف ظهرها، فيبدو الحلق والقلادة وفتحة الصدر من الجلباب أو من الرداء، هذا هو تبرج الجاهلية الأولى الذي ذمه الله عز وجل ووصفه بأنه تبرجا للجاهلية الأولى. فكان ها هنا، وكما ذكرنا آيات القرآن يفسر بعضها بعض، هناك ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وجاء معها كلام السلف الذي فهمنا منه كيف كان حال ذلك التبرج، ثم كان ها هنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى معناها هنا هي وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فيزدل الخمار على فتحة الصدر التي يلبس منها الرداء حتى يستر الخمار الزينة
من الحلي وغيرها، ثم يستر ذلك الموطن من صدر المرأة فيكون أبلغ في الستر. يحتاج طالما أن وجد في الرداء فتحة أن يكون هناك ما يستره، ويحتاج أنه في الغالب أنه يصعب أن يكون الرداء في ذلك الموطن ساترا بكل معاني الستر، لأن الستر يشمل أن يكون الثوب لا يصف ولا يشف، فربما احتاج إصلاح الثياب ولبسها أن يكون طالما أنه رداء وليس جلباب من أعلى الرأس أن يكون هناك قدر من الوصف، علاج بإدناء الخمار على هذا الجلباب. وهنا تضم إلى هذه الآيات لعنه صلى الله عليه وسلم للكاسيات العاريات، لتعلم ها هنا أن ليس المقصود هو أن توضع ثياب ماء على البدن، وإنما أن توضع ثياب ساترة سترا حقيقيا، بألا يكون ألا تصف، ألا تكون ضيقة تصف، وألا تكون رقيقة تشف، وإنما تكون فإن كان الثوب يقتضي في ذلك الموطن أن يكون على هذه الهيئة فليجعل فوقه آخر كما أمر بإدناء الخمار على فتحة الجيب. ثم لأن التحفظ من ذكر الزينة من إبداء الزينة يشق على المحارم، والمحارم جعل الله فيهم نفورا طبعيا من أن يشتهوا محارمهم، وهنا يتكامل الشرع والقدر، الله تبارك وتعالى خلق ذلك النفور الطبيعي ليكون معه وجعل معه حرمة النكاح بين هؤلاء المحارم الذي وصفهم الله في الآية وغيرهم جاءت به السنة، ليكون هناك تيسير، هذا لا يشتهي تلك، وليست هي معروضة أصلا في ذهنه بحكم فطرته وبحكم الشرع أنه لا يمكن أن يفكر فيها كزوجة، فيناسب هذا أن يتسامح في إبداء شيء من الزينة غير الذي هذا الذي ذكر أولا إلا ما ظهر منها. لا، هنا يمكن أن يظهر شيء آخر، وهو عند جمهور أهل العلم الأمر في الزوج كما علمنا لا يوجد عورة بين الزوج وزوجته، وأما في المحارم المذكورين في الآية وغيرهم في السنة كالعم والخال إنما يجوز أن تظهر المرأة أمامهم بثياب المهنة على قدر الحاجة، باللغة الدارجة بثياب البيت، الملابس التي تحتاج أن تلبسها في بيتها، فلا يمكن سيكون من العسير على المرأة أن تطالب بحجاب كامل أمام أبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها، فأذن الشرع في أنواع من الرجال المحارم، وانظر إلى لطف الله تبارك تعالى بالأمة بمجانينها وصغارها، هناك رجال لا يشتهون النساء، وهذا يكون لخلل عقلي، يكون لكبر سن جدا، وغالبا هؤلاء يحتاجون أن يدخلوا أي بيت من بيوت الأقارب أو الجيران يطعمون أو ينالون بعض حوائجهم، فكانت الرخصة أيضا من الله تبارك وتعالى في أمر العبيد وفي أمر التابعين غير أولي الإربة من الرجال شرطان معا ليكون الترخيص، أن يكون ليس له غرض في النساء، وأن يكون ممن يحتاج إلى أن يدخل البيوت، هذا معنى التابعين يتبعون بيوت الأقارب، وإلا لا يوجد حاجة لكي توجد الرخصة، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ثم جاء التأكيد أن الغرض ليس وضع الثياب وفقط، وإنما سد الفتنة بالنهي عن إحداث صوت يلفت النظر حتى وإن كانت عليها جلبابها وعليها رداؤها
وعليها خمارها، هذا أمر الله تبارك وتعالى، وهذا تشريع الله عز وجل للأمة رجالا ونساء لتزكو به القلوب ويكون مجتمعات الأمة هي مجتمعات الفضيلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بديني حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذا خطاب الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات، خطاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المؤمنين والمؤمنات بأن يطلبوا طهارة قلوبهم وقلوبهن، وأن يطلبوا الزكاة والطهارة من الله تبارك وتعالى بالالتزام بما شرع لهم. ومن أعظم هذا حفظ الفروج، ومن أعظم الأسباب المعينة إليه عليه غض البصر وستر العورات، وهذا أمر الله تبارك وتعالى الذي هو العليم الحكيم الخبير، والذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا، والذي هو أيضا خبير بما نصنع، مطلع علينا وعلى أعمالنا. فينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يسمعوا إلى أمر الله تبارك وتعالى، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن ينفضوا شبهات الشياطين التي تريد أن تصدهم عن اتباع شرع الله تبارك وتعالى. ومما يؤخذ من هذه الآيات ومن غيرها ومن قوله عز وجل في الثناء على المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون من الأمر بستر العورات وغيرها، النهي عما هو أفحش من هذا، وذلك أن وسائل الإعلام تعرض على الناس فسادا ليل نهار، منه ما هو فساد صريح كالذي سمعتم من الدعوات لخلع الحجاب، ومن الدعوات والعياذ بالله للزنا خارج إطار الزواج، بل والزعم أن هذا لا حرج فيه. أيضا مما يصنعون أن يأتون ببعض من يرتكبون المنكرات من باب العلاج، يعني نقول نعرض المشكلة، كيف وقعت في هذه المشكلة، كيف وقعت في الإلحاد، وهذا من الأمور التي يكون في غالب الأحوال ضررها أكبر من نفعها. لكن الأخطر من هذا أن هؤلاء عندما يأتون بهم في وسائل الإعلام لا يأتون بمن يعالجهم إطلاقا، إما لا يأتون أصلا، وإما أن يأتون بشخص ضعيف. ومن جملة ما ورد في بعض البرامج في الفترة الأخيرة وسط هذا الركام الخطير من القاذورات، استضافت بعض السحاقيات والعياذ بالله، فيقولنا نحن لا نرى أننا نفعل شيئا حراما، لأنه لا يوجد نص في القرآن، انتبه انتبه إلى كيف فتح علينا باب القاذورات من وراء الدعوة إلى إنكار السنة. فيقولنا أنه لا يوجد نص في القرآن يحرم ما يكون بين المرأة والمرأة والعياذ بالله، والإجابة أنه يوجد في القرآن ما يحرم هذه الآيات وغيرها التي تأمر بغض البصر أمرا مطلقا، وتأمر بستر العورة أمرا مطلقا، أتأمر بحفظ الفرج أمرا مطلقا. فكل بل والتصريح، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أيدخل فيها كل هذه الصور. هذا إذا انصقنا أو
تنزلنا في المناقشة من أنهم يشترطون نصا قرآنيا، وهذه الحيلة كما ذكرنا، نقول في هذا الباب النص القرآني موجود، ولكن الإجابة الأكثر صرامة والتي يجب أن نصر عليها نقول نعم النص القرآني موجود كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، نعم ستجدين في القرآن أن إتيان المرأة المرأة زنا، أين هذا في القرآن؟ في وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فجاء فإذا هذا الأمر أحالنا إلى السنة، والسنة كانت في هذا الباب أصرح من هذه الآيات، رغم أن الآيات لا يمكن لعاقل ولا مؤمن ولا من أتي مسكة من عقل أن يرى هذه الأوامر وهذه النواهي بهذه المبالغات وهذه التأكيدات ثم يقول أين النهي على أن تستلذ المرأة بالمرأة والعياذ بالله. هذا موجود في القرآن صراحة، ولكن الذي هو آكد لأن يغلق علينا كل أبواب الشرور أن نؤكد، وموجود في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي السنة أن إتيان المرأة المرأة زنا، وموجود في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ومن سبيل المؤمنين أن الأئمة الأعلام أجمعوا عبر العصور على حرمة هذا، فإذا طلبوا نعم إجماع أهل العلم وإن لم يكن معنا آية أو حديث موجود في القرآن، فنقول بدلالة هذه الآية ثم بإجماع أهل العلم بعدها، بل والله ليس إجماع أهل العلم وحدهم، إجماع أهل الحياء أهل المروءة أهل الشرف والفضيلة، إجماع الأمة بمعنى الحرفي، إجماع الأمة كأفراد قبل أن يفتح عليها هذه القاذورات، فنقول القرآن ألزم باتباع سبيل المؤمنين، إن كان ثمة خلاف بين المؤمنين منذ الصدر الأول فمن بعدهم فإذا المسألة فيها خلاف، لا يوجد سبيل واحد لهم في هذا الباب، فإن كانوا في مسألة ما سلكت الأمة كلها سلك المؤمنون فيها طريقا واحدا صار خطابا لكل من جاء بعدهم أن هذا هو سبيل المؤمنين، فمن تركه يوله الله ما تولى، فمن سبيل المؤمنين في هذا الباب أنهم أجمعوا على حرمة إتيان الذكر، وهذا طبعا لا ينازعون فيه الآن، قد يؤخرون النزاع قليلا لما ورد في القرآن من ذم قوم لوط صراحة أو نحو هذا، ولكنهم يبدأون بالباب الذي يشعرون أنه ليس فيه نص صريحا من القرآن، ولكن هذه النصوص التي ذكرنا عندما نور الله بصيرته يعلم أنها نصوص واضحة وصريحة ومباشرة في القرآن لتحريم هذه القاذورات، ولكن ضف إليها ما ورد في السنة ومعه قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا، إذن هذا من القرآن، وضف إليها إجماع أهل العلم ومعها توعد الله لمن يتبع غير سبيل المؤمنين، إذن هذا من القرآن، ويجب أن يخاطب أصحاب هذه البرامج إن كانوا يعرضون علينا تلك القاذورات من أجل التحذير ومن أجل توعية الناس، وهذا لا يجوز، تنشر تفاصيل المنكر تعلمه لمن يجهله ثم تقول هذا للتعليم، إن كان ولا بد أن تأتي بمن ارتكب هذه القاذورات فلا تسأله من أي موقع عرف هذه القضية، ولا تسأله كيف تعرف على المنكر ولا كيف تدرج فيه، فقط ائتي إليه بمن يحسن أن يرد عليه في شرع الله، ومن يحسن أن يرد عليه حتى بعلوم الاجتماع وعلوم الطب وعلوم علم النفس وغيرها التي تذكر ما في هذه الممارسات من الفساد في المجتمع وما يترتب عليها من أمراض بدنية ونفسية
اتوا اليهم بهؤلاء. اما ان تاتوا باصحاب هذه القاذورات يعرضون قاذوراتهم ثم يتساءلون لماذا تنكرون علينا واين الدليل من القران، ولا يجدون عالما ولا يتصلون بالازهر او بالدار الافتاء او بغيرها، وكل برنامج له اعداد. انت تعلم ان هؤلاء سياتون وسيقولون كذا، كيف اعددت البرنامج عندما ياتون باحد ممن يرونه متطرفا سواء كان كذلك او كان هذا وهم عندهم؟ لابد ان يكون كل من سيرد عليه جاهزا، اما في الاستوديو واما على التليفونات وبكل انواع، هذا خبير سياسي وهذا خبير امني وهذا كذا وهذا يتحدث بالشرع وهذا باحث. لماذا يؤتى بهؤلاء بالساعات يعرضون باطلهم ثم يعرضون تساؤلات خطيرة في غاية الخطورة ولا يجاب عنها؟ والإجابة على نحو ما ذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، حتى تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين اماما، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، دمر اعدائك اعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، صلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.